ورموز الجماهير الشامية. هذا اليوم يعتبر يوم غضب واحتجاج ورفض السياسات التفقيرية للحكومة التي تسعى إلى إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. وللحزم وقعت إلهي الأسعار والضرب قوة على يد المضاربين والوسطاء والمتاجرين الذين ينتهجون ويستغلون قانون حرية الأسعار والمنافسة لاقتناء غير المشروع في غياب تام لأي حس وطني أو تضامني. أخواتي إخواني، رغم كل السياسات الاستراتيجية والبرامج للقضاء نهائيا على الفقر وتحسين القطاع الفلاحي، لم يستطع المغرب إلى اليوم توفير الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية استجابة لحاجيات المواطنين واستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بسبب اعتماد الفلاح الوطني أساسا للتصدير دون أن تضمن الأمن الغذائي للمواطنين. وإلا كيف يمكن أن تتصور كل المساحة المخصصة للحبوب تفوق 50% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة؟ لكننا لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خبزنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميرة بن باير، أمينة المال الاتحاد المحلي لنقابة أسفي الاتحاد المغربي للشغل. اليوم كنخلدوا العيد العمالي، هو عيد تجسد فيه الطبقة العاملة وتنزل فيه الطبقة العاملة بقوة، وخصوصا هذه السنة، لأن هذه السنة هي سنة الاحتجاج، سنة الغضب ضد غلاء الأسعار، ضد ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، للطبقة المتوسطة، لعموم المواطنين. نحن نعرف أن الطبقة العاملة تسير في هذه المرحلة في واحد السياق اللي هو خطير، اللي هو الكل كيعاني من غلاء الأسعار. كنعرفوا أن الأجور مجمدة، نقدروا نهضروا على الزيادة الأخيرة ديال السنة الفارطة ديال السميد، أما باقي الأجور فهي مجمدة. كنطالبوا حنا في الاتحاد المغربي للشغل أنه يراجعوا نظام الضرائب، ضريبة للعامل والعاملة اللي كتقطع عليهم من الصافي ديالهم. بهذا فحنا في الاتحاد المحلي نقابة الأسفي الاتحاد المغربي للشغل كيعرف اليوم، وانتم شفتوا بعينكم واحد الكثافة هائلة ديال العمال والعاملات، سواء في قطاع تصدير السمك، سواء في القطاع الخاص، سواء في الضيعات الفلاحية، الجبس، ميناء أسفي، لسيلو، مرسى ماروك، تجار السمك، هذو القطاع الخاص. أما بالنسبة للجامعات فهناك الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تطهير سائل الأراضيس، المندوبية الفلاحية، المحافظة العقارية، الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، السكاكيين، كل شيء نزل اليوم باش يقول لا لغلاء الأسعار، لا لضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، نعم للزيادة في الأجور، نعم لمراجعة الضرائب، نعم للعدالة الاجتماعية. وكنطالبوا من هنا أن حتى الناس المسؤولين يخصصوا المرأة واحد الحيز من الاهتمام. كنطالبوا أن المرأة ما تبقاش غير واحد النقطة مهمة في الانتخابات ولا نقطة مهمة في النضال. حنا كنقولوا المرأة، النساء والرجال، ماشي غير في النضال بحال بحال، في الحقوق بحال بحال، في مراكز القرار بحال بحال، في المكتسبات بحال بحال، ماشي غير بقى نهضروا غير على الراجل ملي كتجي شي فرصة ديال المنصب القرار ولا المكتسبات ولا اللي بخيم إلا خنشوفوها مع الرجال والنساء. لا، حنا كنطالبوا بمساواة في الحقوق ماشي في النضال. والاتحاد المحلي نقابة أسفي اليوم حنا جد فخورين بهذا الكم الهائل ديال الطبقة الشغيلة اللي نزلت اليوم. راكم شفتوا الحضور الكثيف لجميع القطاعات، سواء القطاع الخاص، سواء الجامعات، سواء المكاتب الوطنية. وكنقولوا من هنا عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاشت وحدة العمال، عاش المغرب، وتحية نضالية عالية للجميع. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.